السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان، كل اللي عاملين في المجال الطبي وكل المهتمين بصحتهم يا ريت تشوفوا الفيديو ده للآخر. حصل أزمة في الماسكات بتاعة الفيس، وريكو اكتشف طريقة يقدر يظبط بيها الماسك. الماسكات المتوفرة حاليا صعب ان احنا نظبطها على الفيس، فاحنا هنشوف طريقة دلوقتي ريكو هيعملها علشان يظبطها على الفيس. ده الماسك المتوفر غالبا دلوقتي، وانا الحقيقة حاولت ان انا اربطه كذا مرة بس صعب. فمستر ريكو ناوي ستارت ويز اس، هيعمل لنا طريقة سهلة جدا عشان نقدر نظبطها بخامات بسيطة. What we will use now. We need this stapler. Stapler, yes. And then rubber band. Yes, how many one? This is four pieces. We need four pieces. محتاجين yeah. أربعة من الأساتيك اللي هي المطاطة دي مع اللي هو الماسك المعروف. وبعد كده yes. Start please. And then we'll start now. Yes. We'll cut this one the thread here. Yes. The four sided. لان طبعا صعب ان احنا نربطها، فاحنا هنشيلها وهنستبدلها بالاستيك، بس نشوف الطريقه علشان نعرف ازاي بتتظبط. Okay. And then we'll cut it this one. Okay. بنشقه من النص عشان يبقى طويل، ونربط okay. كل اتنين مع بعض. طيب. Yes. كل اتنين مع بعض. يعني احنا محتاجين اربعه، اتنين واتنين. Okay, the other one. We'll cut this one. تمام. Okay. And then I'll put again. Your face. Yeah. It's very easy to yes. to make it. Very easy, yes. Very easy. And then we'll staple this one both corner. أيوة. هنستعمل بقى دلوقتي yeah. okay. دباسة، وبندبس على الأستيك. لازم سي يس زي ما حضراتكم شايفين كده من الجهتين. Then the other corner. Yes. Staple it. Again. Again. طيب دلوقتي لازم نربطها عشان ما تفكش، بنعمل عقدة صغيرة. يس يس. تاي ذيس وان. Then the other one. We'll make, ايوه بنفس الطريقة برضو. Okay. بالدباسة بندبس هنا. Then other side. والناحية التانية. So this is finished, not yet finished. Not yet. And then لازم we'll نربطها بقى. Again. بنعمل عقدة علشان نمنع ان هو يتخلع like من this. الدبوس. Okay. ايوه. And then pull it. ايوه بنشده بعد كده، بنتأكد ان هو خلاص يعني محكم ما يتخلعش. And then the other side. عقدة بس. Sorry. And then pull it again. Yes. خلاص كده تقريبا خلصنا، وبنشيل الجزء الزايد اللي ملوش لازمة. And then cut it the remaining cut this one. Yes. Okay, the other side. Okay. Then other side. خلاص كده احنا خلصنا يا جماعة تقريبا. Pull. ونشد، نتأكد ان هو ماسك ما بيخلعش. اوكي. Now I'll use this one. You can take this one. اوكي. طبعا لازم نمسكه من الاطراف زي ما انتم عارفين، وبنحطه وادجست من هنا كده بالشكل ده. طيب يعني مربوط كويس ما يتخلعش، يبقى اسهل من الفكر التقليدي اللي هو ده. يلا كل سنه وانتم طيبين. شكرا. ثانك يو مستر ريكو. ويلكم. ثانك يو فيري ماتش. ويلكم. زي ما حضراتكم شايفين الادوات اللي هنحتاجها دباسه ومقص والماسك اللي هو بيتربط، واربعه من الاستيك المطاط العادي خالص. النت ريزلت والنتيجه النهائيه اللي هنوصل لها هيكون بالشكل ده.